الأربعاء 15 من نوفمبر، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس، وتتابعون معنا اليوم. تركيا تعفي الليبيين الأصغر من 16 عاما والأكبر من 45 عاما من التأشيرة. تسجيل 212 تعديا على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة طرابلس وانخفاض التضخم، هل ينعش القدرة الشرائية للمواطن؟ ملف نناقش تفاصيله في حلقتنا اليوم من اقتصاد بلس، أهلا بكم. البداية نأخذكم إلى جولة إخبارية من صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا مباشرة الزميلة نسرين سليمان. نسرين، مساء الخير. مساء النور وفاء، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس وفقرة صحيفة صدى الاقتصادية. أهلا بك. بداية نسرين، ننطلق مع تصريح تحصلتم عليه من مصدر بمصرف ليبيا المركزي عن مباشرة المصارف التجارية في شحن بطاقات $100,000، قدمي لنا التفاصيل. بالفعل كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي حصريا في تصريح خاص بصحيفة صدى الاقتصادية عن مباشرة المصارف التجارية في شحن بطاقة $100,000 بعد دفع قيمة الشحن لهم من المصرف المركزي. وأكد المصدر بأن كافة الأوضاع تسير بشكل طبيعي وأن المصرف المركزي مستمر في عمليات بيع النقد الأجنبي بوتيرة منتظمة للغاية. طيب، نمر لتصريح عضو بمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء سعد البدري الذي تحدث عن مشاريع للحد من استنزاف الوقود. بالفعل تحدث عضو بمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء حصريا في تصريح مصور حصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية عن مشاريع الشركة للحد من استنزاف الوقود، وتحدث عن إطلاقهم لمحطات مستقبلا عبر منصات، حيكون الوقود مستهلك عبر منصات، وإلغائهم لآلية السيارات والنقل. حنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. المشاريع هذين على أساس الوقود اللي هو تستهلك المحطات، هذا حيكون إن شاء الله في المستقبل عن طريق منصات، ومعش فيه الآلية الأولى اللي هي سيارات ونقل وكذا على أساس أنها تستهلك قيم كبيرة. فالموضوع ماشي في، أنت عارف أنا كيف العجلة بدأت يعني، وماشيين في إنشاء المشاريع اللي هي توصيل خطوط الغاز للمحطات على أساس تكون أقل تكلفة، والأمور ماشية كويسة. في السابق كيف كانت الكهرباء، والآن قاعدين تلاحظوا الناس كلها والمواطنين قاعدين يلاحظوا أن الحمد لله طرح الأحمال اللي كان موجود ساعات كثيرة ما عادش فيه. الآن الأمور ماشية كويس، الشبكة فيه استقرار فيها وحتكون للأفضل يعني لقدام. نواصل مع تصريح رئيس وحدة المبيعات بشركة اتصالات على إكراوة حول عدد من الخدمات الجديدة. نسرين، بالفعل حصل صحيفة صدى الاقتصادية على تصريح مصور آخر من رئيس وحدة المبيعات بشركة ليبيانا للاتصالات اللي أفصح للصحيفة صدى الاقتصادية حصريا عن الخدمات الجديدة المقدمة من الشركة وما تستهدفه الشركة من مشاريع خلال عام 2024. حنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. عندنا بقات مختلفة، مستهدفين الشركات، مستهدفين الأفراد، عندنا مجموعة خدمات مضافة تبع شبكة ليبيانا نقدموها للمواطنين. عندنا كمنصة اسمها AI لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، عندنا منصة لإدرس، منصة للتمارين الرياضية، تقدر تستفيد من الخدمات هذه بالرسائل النصية عن طريق تعبئة رصيد شركة ليبيانا. المشاركة المختلفة السنة هذه حبينا نوضحه لزبائننا وجوار المعرض، زي ما نشوفه في الشاشة الخلفك الخطة المستقبلية لشبكة ليبيانا. بإذن الله المستهدف شبكة ليبيانا خلال النص الأول من سنة 2024 تكون كلها مغطية بشبكة الجيل الرابع. المنطقة الغربية متوقعين وبإذن الله الشباب يخدم 724 ثلاثة أيام أسبوع أن يتم المشروع كمرحلة أولى. المنطقة الغربية تكون نهاية السنة الحالية اللي هي 2023 شهر 12. إذن كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية، شكرا لك نسرين. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. تركيا تعفي فئة من الليبيين من التأشيرة.
تسجيل 212 تعديا على خط النهر الصناعي المغذي لمدينة طرابلس، وانخفاض التضخم هل ينعش القدرة الشرائية للمواطن؟ كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. قالت منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إن الحكومة التركية قررت إعفاء الليبيين الأصغر من 16 عاما والأكبر من 45 عاما من التأشيرة المسبقة لدخول البلاد، وذلك بدءا من اليوم. ويأتي هذا القرار التركي بعد أسبوعين من قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة بإعفاء الأطفال الأتراك دون 18 عاما والرجال والنساء فوق 55 عاما من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة لدخول ليبيا. صوت مجلس النواب بالإجماع على المقترح المقدم من أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب بشأن زيادة نسبة التمييز مقابل الأداء بمرتبات أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والتقني والبحث العلمي. من جانبه دعا رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة إلى معالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية والمستمرين في أداء مهامهم. وأكد دبيبة ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس وتوفير كافة الظروف المناسبة لأداء مهامهم، مشيرا إلى أهمية عودة الطلبة لقاعاتهم الدراسية واعتبار مسؤولية تقع على عاتق الحكومة. كذلك طالب دبيبة أعضاء هيئة التدريس بضرورة أداء رسالتهم التربوية مع إلزام الوزارات المعنية بمعالجة كافة الملاحظات الواردة من النقابة. أعلن مكتب النائب العام تسجيل 212 اعتداء على منظومة النهر الصناعي في الخط الممتد عبر محطات تغذية مدينة طرابلس. ووجه النائب العام في بيان له الجهات الضبطية بمباشرة إجراء حصر التعديات على خط النهر الصناعي بمسار الساحل الغربي وتحديد هوية مرتكبيها وتعيين الأضرار المترتبة عليها. وبحسب المكتب فإن مأموري الضبط القضائي رصدوا 22 واقعة تعد على المسار الشرقي لمنظومة النهر. في ملف آخر، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن انخفاض الرقم القياسي للتضخم خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري إلى 2.1%. تفاصيل الموضوع وانعكاساته على أسعار السلع تتابعونها في هذا التقرير. تذبذبات الدولار لم تكن لها تأثيرات على سوق العملة فقط، وإنما أثرت بشكل مباشر على مؤشر التضخم في ليبيا. فتبعا لتقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، انخفض الرقم القياسي للتضخم خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري إلى 2.1% بعد أن كان قد بلغ خلال الربع الأول من العام 3.1%. وبينما كان معدل التضخم العام الماضي 4.6%، فإنه تبعا لخبراء فإن الرقم المسجل هذا العام يعتبر إيجابيا للاقتصاد. يشار إلى أن الانخفاض المسجل في مؤشر التضخم كان قد شمل أسعار المشروبات والتبغ والملابس والنقل والسلع الغذائية، في حين ارتفعت أسعار الفنادق والمطاعم على نحو طفيف. في سياق متصل، يرى محللون أن عدم تسجيل قفزة في الأسعار لا يعني عدم تأثر ميزانيات الأسر، مشيرين إلى أن القوة الشرائية للدينار أصبحت ضعيفة، والمئة دينار لا تكفي لشراء السلع الأساسية. من جهته، نوه أحد تجار العملة إلى أن الأسعار تشهد تذبذباً بين ارتفاع وانخفاض بناءً على تقلبات سعر الصرف في السوق الموازي، وهو ما يثقل كاهل المواطن الذي بات عاجزاً اليوم على توفير حاجياته الأساسية جراء تآكل القوة الشرائية للدينار. فهل تنجح الحكومات في ضبط تذبذب أسعار الدولار لحماية الدينار من الانهيار وتحصين القدرة الشرائية للمواطنين؟ إذا ملف نناقش تفاصيله مع ضيف الحصة الأستاذ أحمد الكردي نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك. أستاذ أحمد، مساء الخير، أهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. مساء الخير وأهلا وسهلا، وشكرا لقناة البديل على إتاحة الفرصة. أهلا. حقيقة لا دعيني أوجه تحية إكبار وإجلال إلى المقاومين في فلسطين والخزي والعار للمتخاذلين والمتطبعين، ونسأل الله أن ينصر عباده المسلمين.
أمين أمين. إذن دعني أوجه لك فقط أستاذ السؤال في البداية، يعني ما هي وضعية الأسواق حاليا فيما يتعلق بالأسعار، وكيف أثرت تقلبات سعر الصرف في السوق الموازي على الأسعار؟ والله الأسعار الحقيقة بأمانة، يعني أنا اليوم في الصباح مريت على الأسواق إجابة لطلبكم، والحقيقة الأسعار فيما يخص الخضروات جيدة جدا، وهذا عائد لأن معظم الخضروات إنتاج محلي، الفاكهة غالية نسبيا، اللحوم خصوصا اللحوم الوطنية مرتفعة سعرها جدا الحقيقة على السابق، وهذا اللي استغرب أنا لما يقول لي معدل تضخم 2.8، إذا كانت اللحوم كانت 50 وأصبحت ب 65، يعني حوالي 20% زيادة. أنا مستغرب كيف يخرجوا بها هذه الأرقام ومنين يجيبوا بها. أنا أحس إن أنا من خلال حتى اطلاع مع بعض الزملاء المختصين إن الأرقام في ليبيا لا تعبر عن الواقع شيء، وإنما هي إملاءات ورغبات أشخاص مهيمنين على السوق يحيكوا في مؤامرات ويضعوا في أرقام يخدروا بها الشعب ويخدروا بها المسؤولين. المفروض التضخم ما يصدرش على مصرف ليبيا المركزي لحاله، ينفرد به. المفروض هناك وزارات مختصة أيضا لا يعنيها الأمر، وأهمها وزارة الاقتصاد وزارة الزراعة، عدة وزارات لها علاقة، المفروض كلها تشارك في وضع هذا الرقم بالتحديد، ويكون بناء فعلا على دراسات ميدانية ومعرفة واضحة بالأمور. لكن للأسف اللي قاعد يجري بعيد كل البعد على الأنظمة، وبعيد كل البعد على الأساليب الصحيحة التي يتبعها العالم بتحديد نسبة التضخم أو معدل التضخم. تابعت حضرتك أستاذ الأسعار، ما سبب ارتفاعها مثلا في أسعار اللحوم؟ ما تفسيرك لذلك؟ هل ما زلنا نتحدث عن انتشار المضاربة بصفة كبيرة؟ اللحوم خلينا نكون واقعين شوية، طبعا منذ شهرين كانت الكارثة اللي وقعت في منطقة الجبل الأخضر ومنطقة الجبل الأخضر ومنطقة برقة بالذات تعتبر المورد الرئيسي للأغنام واللحوم بصفة خاصة، بالتالي كميات كبيرة تأثرت نتيجة الفيضانات، خسائر كبيرة فنتج عنها نقص بالتأكيد في السوق أدى إلى هذا الارتفاع. المفروض لو أن فيه وزارة اقتصاد وفيه حكومة يكون فيه بديل جاهز من الدول الأجنبية اللي عندها أعداد كبيرة من الأغنام مثل أسبانيا أو رومانيا أو أستراليا، يغطي العجز ويوفروا للمواطن بحيث يحافظوا على السعر ما يتجاوزش السعر المعقول اللي هو حسب التكلفة. أيضا ارتفاع أسعار الأعلاف الحقيقة يؤثر تأثير كبير على الثروة الحيوانية، الأعلاف غالية جدا وصلت إلى 300 دينار الجنطار، يعني المربي أصبح يشكي من الارتفاع، وبالتالي الأسعار بتأثر هي الأخرى. يعني هناك عدة عوامل الحقيقة المفروض كحكومة يجب يكون لها ديوان خاص بهذا الموضوع ولجان مختصة تتابع الموضوع من حيث توفير الأعلاف، توفير الأدوية البيطرية الخاصة. الآن هناك مشكلة في المنطقة الشرقية في الأبقار، يعني المفروض يكون فيه وقفة جادة لها بحيث ما ينتشرش هذا المرض على المستوى أكبر من هو ما عليه الآن. طيب أستاذ، بعيدا عن الأسعار غير المستقرة بالنسبة للسلع الغذائية، لماذا تواصل أسعار النقل ولوائح الفنادق مثلا في الارتفاع؟ والله الحقيقة خلينا نكون واقعيين، أنا مستغرب كيف يقول أسعار الفنادق مرتفعة، إحنا لسنا بلد سياحي حتى ترتفع الأسعار. العالم الآخر نتيجة الدورة السياحية ترتفع الأسعار نتيجة الحجوزات الكبيرة على الهوتيلات، لكن احنا مش بلد سياحي كيف ترتفع الأسعار على أي أساس؟ هذا يدل على أن الرقم اللي أشارت إليه المصرف الليبي المركزي رقم بعيد على الواقع، مش ما يخوضش من أرض الواقع حسب البيانات والمعلومات اللي يستقصوها من أصحاب الشأن. أنا ما أعتقدش أن فيه مشكلة في الفنادق وأعدادها كبير جدا، ولا أشك أن فيه هذا الارتفاع إلا إذا كانت فيه شيء مخفي أو شيء مضاربات بين رجال الأعمال وأصحاب الشأن يعني.
واضح، شكرا لك الأستاذ أحمد الكردي نائب رئيس الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك على ما أفتنا به. نواصل معكم مشاهدينا الكرام، وفي ملف آخر، أرسلت وزارة الصحة بالحكومة الليبية معدات وأجهزة ومواد طبية إلى مستشفى سوسة العام، وتتضمن هذه المساعدات أجهزة ومعدات لمختلف الأقسام من عمليات وعناية وحضانات للأطفال، وهو الأمر الذي سيساهم في رفع المعاناة عن مواطني سوسة بعد كارثة السيول والفيضانات التي ألمت بالمدينة. يصل إلى مستشفى سوسة العام دعم طبي، وهو عبارة عن أجهزة ومعدات طبية بمختلف الأقسام والعمليات والعناية وحضانات الأطفال. هذا الدعم سيساعد في رفع مستوى وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما يساعد في تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي مرون بها، وخاصة بعد اجتياح إعصار دانيال والطوفان المصاحب له. نسعى دائما لتقريب الخدمة للمواطنين وتخفيف العبء عليهم. نشكر رئاسة الوزراء ووزارة الصحة على هذا الدعم، ولهم جزيل الشكر والتقدير، ونسأل الله التوفيق للجميع. تعتبر دول الخليج العربية من أكبر المستوردين للسلاح في العالم، وتشكل ميزانياتها العسكرية نسبة كبيرة من موازنتها العامة، ما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتجاه المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار على أنفاقها الدفاعي. وفي ظل الحرب، لم تعلن أي من دول الخليج عن اتجاه محدد لزيادة ميزانيات الدفاع، لكن تقديرات بعض المراقبين تؤشر لذلك، حيث تسعى السعودية والإمارات تحديدا إلى تنويع شركائها الأمنيين في ظل التوترات مع إيران والموقف الأمريكي من الحرب في اليمن بحسب مراقبين. وهنا نجد أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في شراء السلاح بعد الهند، وتبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 259 مليار ريال، بزيادة قدرها 6.4% عن العام السابق بحسب بيانات وزارة المالية. وتشكل هذه النفقات نحو 30% من موازنة السعودية التي تستورد 61% من أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية و23% من أسلحتها من بريطانيا. تقرير التوازن العسكري سنة 2022 الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ذكر أن الإمارات كانت ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري بعد السعودية، وتمثل هذه النفقات نحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب التقرير ذاته، فإن قطر كانت ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق العسكري بعد السعودية والإمارات، وتبلغ قيمته 13.1 مليار دولار كاملة. في المرتبة الرابعة خليجيا تأتي الكويت. الكويت التي تبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 3.8 مليارات دينار، بزيادة قدرها 4.1% عن عام 2022، وتشكل هذه النفقات بحسب تقرير التوازن العسكري نحو 12% من موازنتها العامة. تستورد الكويت 34% من أسلحتها من الولايات المتحدة و22% من فرنسا، فيما تحتل سلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجياً، وتبلغ نفقاتها العسكرية لعام 2023 نحو 4.4 مليارات ريال عماني، بانخفاض قدره 0.9% عن العام الفارط، وتشكل هذه النفقات نحو 15% من موازنة السلطنة التي تستورد تقريبا 37% من أسلحتها من المملكة المتحدة أيضا و16% من الولايات المتحدة بحسب تقرير التوازن العسكري. في المرتبة الأخيرة خليجيا نجد مملكة البحرين التي يسجل موقع وزارة المالية والاقتصاد الوطني تخصيصها ميزانية للدفاع لعام 2023 تبلغ 1.1 مليار دينار.
وذلك مقارنة أو زيادة بنسبة بلغت 3.8% عن عام 2022. عن دلالة هذه الأرقام من الواضح أن دول الخليج تعتبر من أكثر دول العالم إنفاقاً على المنتجات العسكرية والأمنية وتتوجه نحو العسكرة، ومن الواضح أن المنطقة تتسلح بشكل أساسي من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لكن دول خليجية مثل السعودية أبدت انفتاحاً على اتفاقات من شأنها الحصول على السلاح الروسي. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير من جديد، اقتصاد بلس متواصل، والآن إلى آخر فقراتنا. أسواق بلس تأخذكم اليوم إلى جولة في محل لبيع المشاتل بطرابلس. اليوم نعرض لكم بضاعة الزينة الطليانية مش مصرية ولا تركية. هذه بتاع مداخل حوش، تمشينا تمشي المداخل، تمشي مدخل حوش رئيسي على جهة اليمين ولا جهة اليسار، تنحط عادي ولا في المداخل الثانية. الأسعار هي بضاعة 350، لكن طليانية شوفها كيف مخدومة في الطليان بالطريقة هذه، فيها اللون هو كنفس السعر، حتى هو تمشي حتى أي مداخل، تمشي حتى المكاتب عادي. فيها هي بتاع مكتب داخل الحوش، مفصل الحوش، مكتب عمل، اللون متاعها مميز. السعر متاعها 300 دينار هي الطلياني كلها، احنا استيراد من إيطاليا. فيها هي اللون يختلف حتى هو فقط، نفس التانيات لكن اللون فقط يختلفوا. كذلك هذه نفس الشيء 350 سعرها، فيها هي حتى هي متاع مداخل حوش وتمشي حتى المكاتب نفس الشيء. كل بضاعة زينة يا تو احنا نلفوا بكم. هي فيها هذه ريحة مميزة، فتح في لون أبيض، فيها ريحة الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. تو حتى هي نفس الشيء، هذه 220 بيعوا فيها، فاتحين فيها، فيها ريحة الله يبارك بسم الله ما شاء الله، مزيج بين الياسمين والريحان الله يبارك ما شاء الله على هذا الياسمين، إيطاليا حتى هو مخدوم، تشبك تشبيكة واحدة الله يبارك ما شاء الله، قاعدة آخر مجموعة هي. نلفوا بكم توا على الصنوبر، هذا الصنوبر طلياني لون فضي، السعر متاع 400 دينار، هي حجم كبير بكل، في الأصغر منها 200، فيها هي كذلك ب 400 من 85 تطالع لعند 400، مخدومة باليد المقصوصة، في لونها وفي الحلزونيات، هذه حلزوني كامل. وفي مربع حلزوني يقولوا له احنا تاع مداخل حوش تمشي ولا استراحات. هي مداخل حتى هي تمشي بين ظل وشمس، لون متاعها مميز، يقعد هيك 120 دينار. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا لليوم من اقتصاد بلس. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.